شدد النائب الأول الرئيسي مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على ضرورة الجاهزية واليقظة الدائمة لمنع وصد أي محاولات تهريب أو تسلل عبر المياه الإقليمية لإدخال المخدرات والممنوعات إلى البلاد. جاء ذلك عقب قيام الشيخ طلال الخالد بزيارة تفقدية لقاعدة صباح الأحمد البحرية اليوم للإطلاع على إنجاز الأعمال التي كانت متوقفة سابقا وتدشين 8 قطع تدخل سريعة و11 دورية اعتراضية. إنجازاتكم وعملكم الدؤوب اللي نفتخر فيه مع أخوانكم في المكافحة وجميع قطاعات وزارة الداخلية على الإحباط محاولات تهريب السموم والمخدرات داخل ديرتكم حماية لأهلكم والأسر الكويتية الكريمة. هذا الدور والمجهود اللي قاعد تقومون فيه مقدر أعلى تقدير على الأداء البطولي اللي قاعد تأدونه في هذه المهمات في إحباط تهريب المخدرات والسموم داخل بلدكم، ولكم منا كل الشكر والتقدير. ولكن لا تنطرون الشكر مني أنا ولا من غيري، احتسبوا لله سبحانه وتعالى، خذوا أجركم من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يجازيكم خير الجزاء على اللي قاعد تقومون فيه ومستمرين فيه بإذن الله حماية لبلدكم وأسركم. بارك الله فيكم وبارك الله في أدائكم، وما ننسى أيضا الأدوار الثانية اللي قاعد تقومون فيها كواجبات تجاه بلدكم وحدودها البحرية وأمور الإنقاذ والمتابعة والمراقبة. ولكن هذه الجزئية من أهم الجزئيات اللي مفروض أتكلم عليها ولا يمكن أغفلها ولا أغفل دوركم البطولي المشرف اللي أديتوه مع أخوانكم في المكافحة أو قطاعات الأخرى في وزارة الداخلية. وخلال الزيارة دشن الوزير الخالد بعض القطع البحرية التي انضمت للخدمة مؤخرا في قاعدة صباح الأحمد البحرية والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية العالمية، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير وصيانة وإصلاح جميع القطع لتعزيز الجاهزية الميدانية البحرية. وقد أكد الشيخ طلال الخالد حرصه ومتابعته لسير عمل كافة قطاعات وزارة الداخلية والوقوف على احتياجاتها لتطوير منظومة العمل بها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، مشيدا بجهود رجال الإدارة العامة لخفر السواحل وسعيهم الدائم لتطوير آليات العمل وفق التقنيات الحديثة. أنتوا نموذج مشرف في هذه المنظومة الأمنية ولا هنون الباقي في القطاعات. لكن أنا جاي لكم اليوم واجب علي أوجه الكلمة من القلب للقلب، أنتوا ناس نفتخر فيكم بعداكم في حمايتكم في مياهكم الإقليمية، حمايتكم لأهلكم من هالسموم والمخدرات اللي قاعد تهرب اللي قاعد يبون دمار مجتمع. ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى ثم بعملكم وجودكم وأدائكم المشرف ما راح إن شاء الله أحد يطوف بإذن الله.